بونجور، شحويلكم منكم شعاملين؟ اليوم باش نعملوا فيديو مكياج كامل، وجه كامل من إيسانس. عندهم ياسر دي برودوي محلاهم إيسانس، ماهيش سبونسر الفيديو هذايا. والمكياج فو اللي هو مكياج رخيص ويمشي كل يوم للي يقراو في المكتب، مش في المكتب، في الليسي والفاك. دونك مانيش نعملوا فون دو تان، ديجا ما عندهمش في ستاند لهنا فون دو تان، وأون فيغا حسيلو شنو اللي موجود. دونك اول حاجه باش نبداو بها نتصور شو اسمهم هذوما لي كاستيرون، قلتوا لي اللي هما باهين على الاخر. دونك باش ناخذ اللون هذايا اللي فتح برشا هذا، ترى كلهم فاتحين برشا هذوما. كيفاش يخدموا البنات في تونس؟ دولي هذا به زي قديش طانت نتاعو، بيه 30 لايت هاني نتصورو هدايا بيه. بالنسبة للي غوج ليفغ فما هذوما، هذوما مشكورين برشا، من عندي منهم واحد وبصراحة I'm not impressed حتى طرف. دونك باش نمشي نشوف هذوما الكخام، حسيتهم ياسر أوريجينال الكونسيبت، ياسر محليهم هذوما. دونك هذوما شنوما؟ هذوما غوج ليفغ ليكيد كخام. دونك باش ناخد واحد من هذوما. بالنسبة للمسكرة مانيش ناخد مسكرة، عندي هدية تشوفوني نعم فيه في الفيديو طيارة على الأخر. باش ناخد الستين باودر هدية في الكولور بنانا، كرتولي على الأخر، زيدا الشسم هذوما لي كريون ليفغ نتاعهم. دونك خنشوفو لون مزيان، هدية دار فيه حلو اللون. عندهم ديسبخي زيدا، عندهم المات وعندهم يدغطون، هذا يدار فيه حلو سيغطو لي انا البنتين شيحة على الاخر. دونك باش ناخو هذيا. بالنسبة للحويجب عندهم لي كريون هذوما بارفيم انترستين على الاخر، دونك باش ناخو الوقاني هذيا، وذا يزيد باش ناخو الوقاني. بالنسبة للايناغ عندي هذا بيدو، دونك باش ناخو واحد اخر، هذيا طيارة على الاخر وننصحكم بيها 100%، تشوفوني زادا قاعدة نستعمل فيه. دونك باش نبدا بالكاستيغن هذيا، اسمه كاموفلاج بلوس، الفيني نتاعو مات، بون غمق عليا درجة واحدة. نتصور هذه يجي المهجة أختي تحفة، وإلا يجيني ليا أنا بالبرونزاج ما أنسو طن أخضر في الكاستيغن هذايا. دونك نتصورو به كانك عندك الحمورية في وجهك، أنا مش ظاهر توا مع الضوي، ومن عندي برشا حمورية سيغتو تحت عينيا وبحذا خشمي. بالنسبة للون تاع الكاستيغن هذايا أنا خديت ثالث أغمق درجة، لونها 30 لايت هاني. دونك غامق عليا شويه، وباش نخليها على وجهي هكايا باش تبدا الكفرج نتاعو اعلى، ومن بعد نخدمو. توا باش نتعدى ديريكتومون للحواجب، فما دو برودوي للحواجب اللي هما لي دو بانسو هذوما. باش نبدا اول حاجه بالكريون الغامق، وباش نعبي جوست الفراغات، فوالا جوست البلايص اللي نقولوا احنا مضروبين، ولا اللي هما دو ناتور ما فيهمش شعر. بالنسبه للكريون هذايا اللي هو المايكرو بريسايز ايبرا بنسل، توب 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 توب، اعجبني ولونه قوي وكريمو على الاخر، يقولوا لي هو ووتر بروف. دونك ام امبرست بالنسبه للون وبالنسبه للكاليتي. باش نجرب توا اللون الاخر اللي هو ديس بلوند، وباش نحطو جوست نعبي به البارتي القداميه من الحاجب. نحب ديما اللون نتاع حويج بيكون فاتح باش ما يعطيوش الشكل قاسي وهذيك للرغاغ نتاعك، اون بلوس باش يبانو ناتوريل.
Voilà, donc, بالنسبة ليا أنا، الكريون زادا ثاني توب دو شي توب، عجبني بريسي بيغمونتي بالكدا، وعجبني الفيني اللي يعطيه لونه حلو وكل. هذايا شنو هو؟ هذايا السوبر لاست 24 اور اي براو بوميد بنسل ووتر بروف زادا. دونك هذوما الاثنين دو برودوي عجبوني على الاخر. نتعداو توا للكاستير، نخدموه شويه. الكاستير فيه ريحه بنينه، اما ما نعرفش لو كان الريحه هذه باش تكون باهيه للوجه. ام برودوي بارفيمي كيما هكايا باش تحطو بحد عينيك وكل، ما نعرفش كاين حاجه باهيه. وحاجه اخرى زاده لاحظتها، ماذا بيك ما تخليش يشيح برشا خاطر يشد بلاصتو، دونك يولي صعيب باش انك تخدمه. ثانيا اللون نتاع الكاستير هذيه، بعد ما قديت حويج بوجعت باش نخدمه، حسيته اللي هو يتبدل. فيكم انتريسي وتحبوا تشريوه، خذوا لون افتح من اللون نتاعكم، على خاطر باش يغمق شويه بعد ما تابليكيوه. توا باش نتعداو للساتين باودر، هذايا اللون ساتين باودر اللي اللون نتاعو بنانه، منظرها باهي ولونها باهي. لوني انا مستنسه باللي بودر يكونوا ترانسلوسيد وكل، لكن انا باش نشوفه. باهي يا جماعة، بالنسبة للبودر أعجبني ليفي متاحها، لونها باهي، نتصور يمشي مع برشا ألوان متاع بنات، ماهيش تشيح برشا، خفيفة على اللخر، والملمس متاحها حريري. نتعداو للبرونزر، دونك هذي البرونزر متاحهم السان كلاب مات برونزين باودر، وبفوشة كيما هكايا، ريحته بنينة. أوكي، بيغمونتي بالقدا بالقدا. كانك في لوني نتصور اللون هذية يجيك باهي. فيها كشوية سوتان أورانج، ما نعرفش كان يعجبكم هذية ولا ليه، لكن أنا ما يقلقنيش خاطر أنا بطبيعتي ديما نعمل غوجة ليفغ نيود، وديما نعمل الألوان الترابية في عينيا. هذية كان عملت يعني، وديما البلوش متاعي أورانج، دونك برونزر أورانج شوية ما يقلقنيش. راهو ما يعطيش الايفي نتاع الكونتور، راهو هذا لونه برتقاني وما يضعفلكش وجهك، جوست يعطيك شويه دفء لوجهك. من بعد باش نتعداو للباليت هذيا. الباليت هذيا فيها بارتي هذيا لوطانيه البلوشز، والبارتي الفوقانيه هذيا كلها هايلايترز. باش نجرب اول حاجه، انا الحقيقه نتاع ربي نمشي ديريكتومون للالوان هذيا، اما باش نحاول اني نعمل هذيا ومن بعد نخلطهم مع بعض. دونك باش نمشي للون الاغمق، شوفوا قداش بيغمونتي، بيغمونتي برشا. ردوا بالكم انتم تخدموا، على خاطر راهو قوي برشا اللون. باش ما نخسروش برشا وباش ما نزيدوش نصرفوا، نفس الالوان هذو ما بيدهم باش نعملهم في البابيير. دونك باش ناخو اكل برتقاني هذيك ونرميه رميين هكا في البابيير بأي فوشة كبيرة، ما تكسرش راسك، ما تقعدش تصرف برشا، سورتو كانك اتيديانت والبودجي ماهوش برشا. باش نجيو باللون اللوطاني هذايا بحكم انه اغمق، باش نحطوه في البارتي البرانية متاع العين. توا باش نجيو للهايلايتر، باش نشوفو الهايلايترز نتاعهم باهين ولا لا. دونك باش نجي للشامباني الغامق هذايا، باش نزيد نابليكيه شوية على العين. واي نوت، اي حلو اللون، وشوية في الخشم. حلوين ياسر 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 البلوشز نتاعهم والهالاتر، ياسر 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 حلوين. دونك كي لقيتو البلوشز والهالاترز نتاع اسانس، انا جلي ريكوموند فيفمون. جيو توا للعينين، وبالنسبه ليا انا جربت ايلاينرز من اسانس ما عجبونيش، لكن هذايا احسن واحد فيهم، هذايا السوبر لاست ايلاينر. الفيني نتاعو مات وهو اكسترا بلاك، دونك غامق بالقدا، وهذايا الفوشه نتاعو اغزرولها طويله وبخيسيز على الاخر. كما تعرفش تصور الايلاينر نتاعك، عندي فيديو كامله تنحط لك لهنا، امشي تفرش فيها، وتنحط لك زادا اليا نتاعها في البغدان فوق. لاستيوس للايلاينر باش يجيك باهي، ديما تغزر القدام، كي تسكر عينيك راهم العينين ماهمش كيف كيف، دونك ما يجيوش كي بعضهم. ولاستيوس انك ما تحكيش زادا.
دونك نتبع فورمة العين ومن بعد نعمل لك الخرجة هذيك. بعد نعبي بشوية بشوية، وما تعملش على انه ايلاينر باش يجيك يفتق، راهو بعد بشوية بشوية تصلحه وبالمسكرة يطلع احلى. فوالا هذه العين اللانية، ربي يستر. خلينا نتعداو للعين الثانية. دونك هذه المحاولة نتاعي نتاع الايلاينر ساتيسفيت، فما واحد جي اطول من الاخر، لكن كان حال باش نصلحو بون ما فسدش. فوالا دونك هذه الايلاينر نتاعهم ننصح به 100%. نجيو توا لاعز ماسكارا عندي من ايسونس هذيا اللي هو السوبر كيرل فوليوم ماسكارا اي اوبننج. هذايا يطول العينين، بلوتو مش طول العينين، يطول الشوافر على الاخر على الاخر، وانا نحبك الايفي فيذري شويه، وهو نحسه بلوز او موان يعطيهولي، لكنه ون اوف ماي فيفورتس. دونك هذايا هو الايفي نتاع الماسكارا هذيا، شفتو قداش يعطي لونغور، وتحس اللي العينين كريشه ولا كيفاش. وهذوما العينين الاثنين هما مخدومين بالمسكرة اول مره، باي ذا واي نعمل مسكرة وما نعطسش وما نلبسش روحي، انجاز. فوالا باهي، شنو توا قعدلنا؟ قعدلنا يا سيدك بن سيدك لوغو جاليفغ. باهي بالنسبه لوغو جاليفغ، خديت الكريون هذيا اللي بعد ما خرجت نقالي هو لونه غاز، في بالي اللي هو نيود وقت اللي خديته، خساره. باهي كملت صورت شفايفي، ام نوت امبرست حتى طرف بالكولور، اون بلوس الالوان هذوما ما يخليوكش تكبر شفايفك. دونك باش نستعمل فوقو هذيك، باش نستعمل لوغو جاليف هذيا. كلكم عجبكم لوغو جاليف هذيا وتستعملوا فيه وكل، انا خديتو التكستور نتاعو باهيه واللوباسيتي نتاعو باهيه وكل، لكنه ما يقعدش. وحاجه اخرى لاحظتها فيه اللي هو كي تعملو سورتو كان فمك شايح، ها تزيد شويه يبدا يحرق. هذا اللون نتاعو 02 اي لاف يو مي نيذر، لونو ياسر حلو ويويتي برشا بنات. دونك هذايا هو اللون، نوت ماي فيفورت الحقيقة مع الكريون هذايا، مع الكريون في النيود كيما قلت لكم يجي أحلى. توا باش نستعمل فوقو هذايا الملتد كرام. أي 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 نوت ماي ستايل جملة، أما شفتو معاكم على الأقل نجرب حاجة جدد. باهي دونك هذا هو اللون الحقيقه نتاع ربي، نوت ماي ستايل حتى طرف حتى طرف. هنجربوها على عينينا باش ما نكونوش خسرنا 5000 ولا 6000 كيكا. باهي هذايا هو في العينين، في العينين حلو ماهوش خايب، نحسو ستيلي خاطر اللون هذوما نعملهم برشا في عينيا وكل، لكن بصراحة في شفايفي نو دو شي نو. اخر ايتاب في المكياج هذايا بعد راني باش نبدل الغوج ليفغ، وباش نوريكم المكياج بغوج ليفغ من الستيلي انا نحبه وكل، على خاطر هكايا يولي ياسر. اخر ايتاب في المكياج هذايا باش نعمل الفيكساتور هذايا، هذايا الادغا برايمر سبراي. دونك تنجم تعملو قبل وتنجم تعملو من بعد. بسم الله تشم ريحة الكول والتفشفيشة نتاعو تضربك في العين ديريكت، كان عاملة حاجة ماهيش ووتر بروف نتصورها باش تسيح وتعمل هكا. دونك فوالا يا جماعة بدلت لغوج ليفغ، كيل ديفيرونس. نقول لكم شنو من الحاجات اللي عجبوني واللي ننصح بهم 100% انكم تاخذوهم. دونك بالطبيعة الايلاينر نتاعهم هذايا مش البلو، البلو ماهوش اوباك، هذايا عجبني على الاخر وباش نعاود نشري منه. الماسكارا هذايا دايوغ لي ماسكارا الكل نتاع ايسونس سوبر، كانك تلوج على الفوليوم راك تلقى الفوليوم. عندهم ماسكارا الغوز هذيك بوبيلر على الاخر وطيارة على الاخر كان تحب الفوليوم، وعندهم هذيا كان تحب هكا ايفي ناتوريل يكون فليرتي وسيكسي اما مش اوفر ذا توب. دونك هذيا توب دو شي توب. لي كريون الاثنين هذوما ماهمش نفس الستيل راهو هما، لكنهم الاثنين توب. دونك اشري اي واحد فيهم اللي تلقاه ارخص اشريه. البرونزر نتاعهم زيدا مزيان، هاني نغزر له توا في الكاميرا. نصور يمشي اكثر للصيف على خاطر هكا الطون هذاك لورانج شويه ريحته بنينه، وكونتيتي نتاعو كبيره على الاخر، اغزر ما كبرها الحكه.
دونك تشدك عالقي لعامين. والبودغ متاحهم زيدا عجبتني على الاخر، حسيتها ليجير شده بلاصتها رايضه. بالنسبه للكاستيغن مانيش فان، نوتر على الاخر. هكا مع المكياج وكل تحسوا اوكي يعدي يروحوا، لكن نحسوش لي هو لينا. وبالنسبه للحاجات اللي ما نركومونديهاش الجمله، دونك اول حاجه هذه البقاص يمشي كما قلت لك، كان شفيفك حلوين وصغار وفين وهكا وكيوت، ما فيهمش خطوط، ما فيهمش شيح، ما فيهمش كذا، اوكي تجم تاخو هذه ولا تاخو هذه لعينيك. الكريون هذه زيدا بتت خاطر لونه ماهوش كريمو برشا، ماهوش حتى شيء سبيسيال، نتصور اي كريون اخر للا ولا قلسي ولا اللي هو يطلع خير منه بالف مره. اونسويت هذه سبراي ما عجبنيش برشا، ماهوش خايب لكنه ماهوش واو. ايدغاتون كي تعمله على وجهك تحسك الايدغاتاسيون هذيك، اما مشكلته كان مكياجك ماهوش ووتر بروف ولا الماسكارا ماهوش ووتر بروف ويبدا الشيء سارح، دونك هذايا ما ننصحش بيه. واخر حاجه في الليستا هما لي روج ليفغ هذوما، كيما قلت لكم اولا الساعه بعد شويه ساعه ولا ساعتين ما عادش تلقاهم في شفايفكم، وثاني حاجه فمك يبدا يحرق بعد انفيرون كيكا نص ساعه من اللي استعملته. مانيش فان برشا مالغري اللي الفيني ياسر مزيان وكونفورتابل على الاخر على الشفايف ولونهم ياسر مزيان. دونك فوالا يا جماعه كانت هذه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. فيديو هذوما مالوغوزمون ما نعملهمش برشا خاطر العباد ما يتفرجوش فيهم، لكن المره هذه انفستيت وخرجت وشيت برشا حاجات وكل جوست باش نتيستيهم في بلاصتكم. دونك شجعوني تفرجوا فيها، حطوا لي ثامز اب، ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم، وانا نقول لكم على بروشيم سلامه.